معك سيد محمد. صباح الخير لكم في تلفزيون الفجر، صباح الخير لكافة المستمعين والمشاهدين. يسعد صباحك، وصباح الخير كمان لأهلنا في صبصيا الحبيبة، وصباح الخير لكل المتابعين وأيانا. يعني بلدية صبصيا وبلدة صبصيا على موعد مطلع الأسبوع القادم بإطلاق حملة جذورنا من منطلق تعزيز الوعي الثقافي بما يخص المواقع الأثرية. احكي لنا أكثر عن هذه الحملة وعن المبدأ والهدف الأساسي من إطلاقها. يعني في البداية نشكر لكم اهتمامكم في هذا الموضوع الذي يسلط الضوء بشكل كبير جدا على واقع صبصي وما تتعرض له بلدة صبصي. وقبل الدخول في الموضوع، يعني بعد حوالي ساعتين من الآن سيتم تشييع شهيد في بلدة صبصي، صحيح، قضاء على أيدي عصابات الاستيطان. بالإضافة إلى أن بلدية صبصتي وأهالي صبصتي اليوم يعملون جاهدين على تشييع هذا الشهيد لما يليق بشهدائنا الأبرار. وفي هذا اليوم أيضا نستغل صوت وتلفزيون الفجر للترحم على الشهيد الخالد ياسر عرفات مفجر الثورة الفلسطينية في الذكرى العشرية لاستشهاده. وبالعودة إلى سؤالكم بما يتعلق في الفعاليات التي ستقام في 16-11 في بلدة صبصتي، نعم هذا اليوم يوم تاريخي في صبصتي ويوم مفصلي. الحكومة الفلسطينية بكل كادرها من دولة رئيس الوزراء وكافة وزراء الحكومة الفلسطينية، بالإضافة إلى سفراء من الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الدولية، وبالإضافة إلى المؤسسات الرسمية الفلسطينية والمؤسسات الأهلية والفعاليات الشعبية، في يوم السبت سيكونون على أرض صبصتي التاريخ والحضارة. تأتي هذه الانطلاقة لتسليط الضوء على المواقع التاريخية والأثرية والموروث الثقافي والضخم الذي تكتنزه بلدة صبصتي. وإطلاق هذا المشروع هو لتشجيع الزوار وتشجيع الحركة السياحية ولتشجيع العالم للاطلاع على ما في فلسطين وما في صبصتي تحديدا من تاريخ أثري وفي أيضا تاريخ ديني، حيث أن صبصتي كما هي تكتنز التراث والموروث الثقافي أيضا القصة الدينية والمقامات الدينية ومقام سيدنا يحيى وكل هذه القضايا المهمة جدا في صبصتي. لابد من أن يكون هناك إطلاق نداءات للحفاظ عليها، ومن ثم منع غول الاستيطان ومنع حكومة الاحتلال من غمس أنيابها في بلدة صبصتي، كما تخطط للتهويل المناطق الأثرية في صبصتي. من هنا جاءت هذه المبادرة من الحكومة الفلسطينية وزارة السياحة والآثار وبلدية صبصتي، وأطلقنا مبادرة جذورنا. طيب، يعني هذه المبادرة التي يدعمها كل الأطياف، ونحن مثل ما ذكرت بأنها يعني تحت رعاية دولة رئيس الوزراء ووزارة السياحة والآثار وأيضا كافة المؤسسات الأهلية والداعمة لما يخص ويتعلق بالمواقع الأثرية، ونحن بنعرف دائما منذ سنوات طويلة بأنه بلدة صبصتيا هي التي تعتبر من أهم المواقع الأثرية في فلسطين، وخاصة في ظل ما تتعرض له من الهجمات المتكررة والاعتداءات من قبل المستوطنين، وفي ظل الأوضاع الصعبة اللي بنعيشها وتعيشها تحديدا بلدة صبصتيا والتي تعتبر مزار للسياح بشكل يومي بتوافد الآلاف من الأهالي والمواطنين والزوار والسياح، إلا أنه منذ العام والحال تغير في البلدة وكان في هناك تراجع لهذا الأمر الذي يعمل على إنعاش الاقتصاد في البلدة ويعتبر أيضا مصدر رزق للعديد من الأهالي. كيف ستعملون من خلال هذه المبادرة على إحياء جزء بسيط من هذا الأمر وإعادة تفعيل أن يكون هناك دائما مزارات والتقاء للعديد من المؤسسات والأفراد والأهالي في البلدة من أجل تعزيز الصمود للأهالي وأيضا تعزيز البلدة من جديد وكأنها وهي أصلا واحدة من هذه المواقع الأثرية الهامة والمناطق الأثرية الهامة في فلسطين؟ يعني بصراحة سؤال مهم جدا وأتسلط الضوء على الكثير من الموضوعات في صبصتي. نعم، هناك ليس في تراجع في الواقع السياحي في بلدة صبصتي والذي أثر بشكل كبير على حالة الصبية، هناك انهيار
انهيار كبير جدا نتيجة لانتشار الحواجز ما قبل 7 أكتوبر في محيط صباصي وفي محيط محافظة نابلس بشكل عام. والدخول إلى صباصي لابد من المرور عبر مدينة نابلس، ولكن الإغلاقات التي لحقت مدينة نابلس أثرت بشكل كبير جدا على بلدة صباصي والحركة السياحية الدولية تحديدا. عندما نتحدث عن السياحة الدولية والتي تأتي في باصات تابعة للشركات سياحية إما من القدس أو بيت لحم، وهذه الباصات يتم إعادتها ومنعها من دخول صباصي، هناك إذن رسالة من قبل الاحتلال لمنع الزوار والسياحة الدولية من وصول صباصي. من هنا يعني هذه الصرخة وهذه وهذا اليوم الذي أطلقناه في 16/11 هو لدعوة كل المواطنين الفلسطينيين لزيارة صباصي والاطلاع على تاريخها وتراثها وحضارتها. وبلدية صباصي منذ سنوات وهي تقول للعالم وتقول للناس وتقول لكل من يستمع إليها، كل من يرغب بزيارة صباصية بلدية صباصية ستوفر له كل الإمكانيات الوصول إلى صباصية، وبالإضافة أيضا إلى الإرشادات والتعليمات والاستقبال وما له علاقة بذلك. طيب سيد محمد اسمح لي، يعني هذه الدعوة هي موجهة فقط لهذا اليوم ولا رح تكون على مدار الفترة القادمة ولمدة أيام؟ الدعوة مفتوحة على مدار العام. مرافق بلدية صباصية مفتوحة بالمجان، المواقع السياحية مفتوحة بالمجان، كل من يرغب بزيارة بلدة صباصية بإمكانه التواصل معنا إما بشكل مباشر أو من خلال صفحة البلدية أو من أي بأي طريقة يراها مناسبة. أي مواطن أو أي مؤسسة أو أي جمعية أو أي شخص أو أي عائلة حتى. وبلدية صباصية ستقوم بكل ما هو مطلوب منها بواجب ضيوفها وزوارها الذين يرغبون بزيارة بلدة صباصية، والدعوة مفتوحة على مدار العام، ولكن في يوم السبت هذا اليوم الذي سيكون عبارة عن المفتاح الذي سيسلط الضوء على بلدة صباصية بحضور كما تحدثنا الحضور الرسمي الفلسطيني من خلال تواجد دولة رئيس الوزراء وكافة وزراء الحكومة الفلسطينية بالإضافة للعديد من المؤسسات المحلية والدولية. ولكن الدعوة مفتوحة على مدار العام ونحن على استعداد لاستقبال الزوار والقيام بواجبهم. يعني هاي دعوة هامة لكل الأهالي والمستمعين اللي معنا على السمع حاليا بأنه يعني هناك بالإمكان أنت وعائلاتكم يوم الجمعة أو باقي أيام الأسبوع بإمكانكم الذهاب وبالتنسيق مع بلدية صباصية، مشكورين على هذه المبادرات اللي فعليا من شأنها إعادة إحياء هذا الأمر وإعادة إحياء هذه البلدة كونها فعليا من أجمل المناطق اللي يجب علينا دائما أن نقوم بزيارتها من أجل تعزيز دعمكم وصمودكم أيضا في هذا الأمر. هناك شركات عديدة للمشاركين لهذا اليوم، يعني هل رايح يكون فعليا هناك مشاركات أيضا من أهالي البلدة والمتطوعين من أجل إنجاح هذا اليوم سيد محمد؟ نعم بكل تأكيد، يعني كل أبناء بلدة صباصي سيكونون في هذا اليوم بخدمة زوار البلدي، بالإضافة لذلك أن هناك أيضا العشرات من المؤسسات النسوية والجمعيات النسوية التي ستقوم بعرض منتجاتها في الموقع الأثري، سواء المنتجات التراثية والتاريخية أو المنتجات التي لها علاقة بالتصنيع الغذائي والصناعات الغذائية التقليدية الفلسطينية، وستكون أيضا متاحة أمام الجميع في داخل الموقع الأثري. وهناك العشرات من المؤسسات التي حتى هذه اللحظة سجلت للوصول وعرض منتجاتها، وحتى يكون المستمع والمشاهد أيضا على اطلاع أكثر، كل من يرغب بالمشاركة وعرض منتجاته الدعوة عبر تلفزيون الفجر مفتوحة وبالمجان، لا تتلقى البلدية أي رسوم، وبالعكس ستقوم البلدية بتوفير اللوجستيات لكل مؤسسة أو شخص أو جمعية ترغب بعرض منتجاتها على أرض بلدة صباصية. يعني أي شخص أو أي سيدة تملك مشروع تريد أن تقوم بترويجه تستغل هذا اليوم وتعرض هذه المنتجات الوطنية التي صنعت بأيادي فلسطينية، كل الاحترام لكم أيضا على هذه المبادرات. في ختام حديثنا دعنا نتطرق إلى سلسلة الفعاليات التي تم إعدادها وتجهيزها لهذا اليوم. نعم، يعني برنامج 16/11 برنامج مفتوح في بلدة صباصية من اللحظة الأولى لاستقبال الوفود القادم لبلدة صباصية من الحكومة الفلسطينية وكافة المؤسسات، يتم هناك استقبالهم والترحيب بهم بشكل رسمي، ولن تكون هناك كلمات كثيرة وإنما
سيكون هناك عمل كثير على الواقع من خلال الجولات الميدانية في كل زاوية وفي كل زقاق وفي كل نقطة تكتنز آثار وموروث ثقافي وحضاري في سباستي لإطلاع العالم ولإطلاع كل من يرغب في زيارة سباستي في هذا اليوم على ما هو موجود في سباستي. ما نسمعه أو ما يسمعه البعض عن سباستي هو جزء قليل وبسيط جدا عما تكتنزه سباستي موروث ثقافي وحضاري. سنترك اليوم السبت للزوار للاطلاع وليس فقط الاستماع. أكيد كل الاحترام لكم. ودعونا نذكر بأنه رحم الله شهيدكم ويعني الرحمة كل الرحمة لكل الشهداء. وشكرا وكل شكر لك سيد محمد عازم رئيس بلدية سباستي على كل هذه الإيضاحات اللي وضحت لنا إياها. وفعليا بنعود وبنذكر سادة المستمعين والمشاهدين بأنه من خلال السادس من هذا الشهر اليوم السبت المقبل بإمكانكم خلال هذه الأيام التواصل مع بلدية سباستيا إن كنتوا حابين كونكم يعني من الأشخاص اللي بيمتلكوا مشاريع ريادية مشاريع للمنتجات المحلية. أكيد بإمكانكم الانضمام إلى فعاليات هذا اليوم بالتواصل مع بلدية سباستيا وهي دعوة مفتوحة إلى كافة الأهالي والمستمعين. بإمكانكم زيارة بلدة سباستيا في هذا اليوم وأيضا الزيارة مفتوحة على مدار العام. الزيارة طبعا بتكون الساحة بشكل مجاني وأيضا أغلب المواقف بتكون بالمجان وبالتالي انتم ميسر لكم الامور ما دام هناك قرار بانه فعليا يكون في توجه لسباستيا تواصلوا مع البلدية وهم دائما بالخدمة. كل الشكر لسيد محمد عازم أكيد على تعاونه الدائم وأيانا ونتمنى لكم يوم ناجح ويكون فعليا يخدم الهدف الأساسي الذي أتت من أجله هذه المبادرة مبادرة جذورنا لتعزيز وزيادة الوعي بالمواقع الأثرية الفلسطينية. متواصلين معكم مستمعينا ومشاهدينا صباحياتنا لساتها متواصلة.